يعني بالحقيقة أن المهرجان شهد حضور جماهيري كبير، خاصة بحفل الافتتاح وحفلة عمر العبد الله ووائل كفوري ومعظم النجوم. يعني كان في حشود كثير من أبناء مجتمعنا الأردني، كذلك كان في هنالك حركة من زوار والسواح العرب من دول الخليج الذين زاروا مناطق الساحة الرئيسية وشارع الأعمدة، وأيضا حضروا فعاليات الجنوبي والساحة الرئيسية والمسرح الشمالي. فالإقبال أنا بعتقد كان ممتازا. احنا بالتوجيهات من عضو مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، طبعا كل مرة بنغطي مهرجان جرش بكافة فعالياته، وبعدين بنقوم بنقل هذا الفعاليات على شاشة التلفزيون الأردني. بعدين يعني بتوجيهات المدير كان معنا تقنيات عالية للمرة هذه حتى نغطي المهرجان يعني بالشكل المطلوب واللائق. فالحمد لله يعني غطينا الفعاليات، كانت موجودة بالمدرج الجنوبي والمدرج الشمالي والساحة الرئيسية، وكمان كان في فعاليات ثقافية وشعر وأشياء زي هيك. فرق كمان شاركت، فرق محلية وعربية وعالمية بهذا المهرجان. يعني الحمد لله كانت تغطيتنا ممتازة والشباب ما قصروا، كل شباب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلهم كانوا موجودين طبعا كالعادة كل المواقع ونسامة، والحمد لله رب
مشاهدينا بكون خلص مهرجان جرش، بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، تصبحوا على الف خير. ليه اضيع حياتي بين امان.